يا مساء الخير، كل التحية لكل الأهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة. أهلا وسهلا بكم في حلقة يوم المباراة، ليست مباراة واحدة بل مباراتين. طبعا عندنا لقاء مهم جدا طبعا لمنتخب مصر النهاردة في بداية مشواره في بطولة أفريقيا، البطولة إن شاء الله منتخب مصر الأولمبي طبعا في بداية مشواره في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس السنة الجاية إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا في انطلاقة المشوار. مصر في مواجهة النيجر إن شاء الله، مباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق، والمباراة هتبدأ الساعة 8. أما عن انطلاقة مشوار أبطال أفريقيا في بطولة جديدة هي بطولة كأس مصر، فيكون ميعادنا معاها إن شاء الله الساعة 8:30 على ملعب استاد القاهرة. كل التوفيق لمنتخب مصر وكل التوفيق للنادي الأهلي في بداية مشواره. محطة أولى من 5 محطات تضيف لينا اللقب الخامس. هو فعليا ما يعتبرش الخامس، هو فعليا يعتبر الثالث، لأنه ما ينفعش تكسب بطولتين كاس في نفس الموسم. احنا بس الفرق معانا أن البطولات دي كلها تراكمت في موسم واحد، لأن معانا دايما بطولات مؤجلة أو يعني بيتم استكمالها في الموسم الحالي. ولكن في النهاية تحت قيادة كولر تقدر تقول أنه الأهلي الموسم ده يبحث عن السباعية، وفي الدوري يتبقى ليك 4 مباريات مكسب من أصل 9 عشان تحسم 5 ألقاب الموسم، وهو لقب بطولة الدوري. أما في محطة أو في مشوار كأس مصر فيتبقى أمامك 5 محطات، لو تمكنت من تجاوزهم بالفوز بالكامل تحصل على لقب جديد في كأس مصر. وانطلاقة مشوارنا أمام منتخب السويس هنتابع معاكم لحظة بلحظة، وهنديك كل التفاصيل، وهنروح لمقر إقامة الفريق ونعرف الأخبار والساعات الأخيرة قبل بداية اللقاء. احنا بنتكلم على 2:30، فأعتقد أنه اللمسات الأخيرة، ويمكن في الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه المحاضرة الفنية داخل مقر إقامة الفريق على وشك أن تبدأ أو هتبدأ في خلال دقائق. فهنحاول نتابع مع حضراتكم آخر الأخبار والمستجدات، مين ممكن يكون عنده فرصة للظهور. طبعا في أسماء كتير جدا غايبة بقرار من مستر كولر، سواء للإيقاف سواء للإصابة أو سواء للإراحة من الأجهاد أو طبعا ده في مقر إقامة فندق الفريق، ومستر مارسيل كولر في طريقه لقاعة المحاضرات عشان يلقي المحاضرة الفنية قبل بداية المباراة، واللي دخل وراه كابتن سامي قمصان. هنتابع معاكم لحظة بلحظة طبعا كل التفاصيل من داخل مقر إقامة الفريق في انطلاقة المشوار. مباراة قد يتخيل البعض أنها مباراة سهلة أو أنها هتكون بمثابة مهرجان أهداف. أنا الكاس دايما أو أي مرحلة نوك أوت سواء كاس أو غيره دايما بعمل لها حسابات خاصة جدا، حسابات مختلفة تماما. شوف الفوارق الشاسعه، وده ينطبق مش بس علينا في مصر، هي النوك اوتس عموما او الادوار الاقصائيه عودتنا على ده في كل حته في العالم. دوريات كبيره، فرق عالميه، نجوم على اعلى مستوى في مواجهه فرق مغموره، دايما مفاجات وارده في بطوله الكاس. طب وهنروح بعيد ليه؟ فريق النجوم السنه دي في نفس البطوله في بطوله كاس مصر خرج مين في بدايه مشواره؟ النجوم بيلعب درجه ثالثه، لو ما كنتش تعرف يعني درجه ثالثه. النجوم خرج في بداية المشوار الإسماعيلي بكل تاريخه بكل أرقامه بكل أمجاد الإسماعيلي، خرج على إيد فريق اسمه النجوم. ثم قلنا إنها ممكن تكون استثناء أبدا مش قاعدة، ثم تمكن فريق النجوم إن هو يخرج فريق سموح. اللي أقصد أقوله إنه الفارق كبير، وإن شاء الله بإذن الله فرقتنا تكون جاهزة النهاردة لتحقيق مكسب نحافظ بيه على يعني مسيرة الانتصارات وتسعى لتحقيق لقب جديد. سطلانة طاهر، خلاص بقى نيك نيم سطلانة طاهر. طبعا أغنية احتفالات البطولة الأفريقية ما زالت مكملة لغاية دلوقتي، والجماهير حتى في الماتش بتاع الحرس غنت له مع تسجيله هدف الأهلي الثالث نفس الأغنية. هاني اللي على وشك يعني الرتوش الأخيرة من تمديد عقده، وهاني قدم موسم اكثر من رائع، واحد من ولاد النادي الاهلي، كابتن فريق النادي الاهلي، يعني لفت بيه الايام. يعني بفتكر هاني في بدايه مشواره الايام جريت بسرعه، هاني بقى كابتن فريق النادي الاهلي ولبس شارت الكابتن في اكثر من مباراه الموسم ده، والحقيقه مقدم واحد من افضل المواسم، وبشوف انه هاني لسه كمان عنده كتير. هاني عنده كتير. حمدي فتحي روح المقاتل جلاديتر، يعني عارف بيقول لك الجرينتا، خد بالك الجرينتا دي واحدة ما يعني حاجة 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 بتبقى ربانية. الروح اللي بقت واحدة من أهم عناصر النجاح والتفوق في كرة القدم،
واللي بتدور عليها لعيبة كتيرة جدا جدا، عندها إمكانيات فنية عالية جدا، عندها مهارة عالية جدا، عندها سرعة، عندها قوة، يعني شوف كل العناصر التانية، عندها فتنس، عندها لياقة بدنية عالية جدا، بس ما عندهاش روح. تفرق كتير جدا جدا. وعلى العكس تماما، ممكن أسماء كتير تبقى قليلة في حتة الإمكانيات والمهارات الفردية والنواحي البدنية، قوة وسرعة ولياقة، وتلاقي إنه غياب الروح عندهم مأثر بشكل كبير جدا على مردودهم وعلى إنتاجيتهم وعلى فعاليتهم وعلى دورهم في الفريق. شناوي طبعا نجم من نجوم كهربا، هداف بطولة دوري الأبطال، ريمونتادا كامباك يا كهربا عالمي السنة دي. طبعا هو شخصيا أتوقع إن محمود كهربا ما كانش يحلم بيه، ولا أشد الأهلاوية تفاؤلا كان يحلم الحقيقة بالمردود والمستوى الرائع اللي ظهر بيه كهربا. ده طبيعي جدا بعد فترة غياب، كنت لسه بتكلم مع زمايلي قبل الهوا على أكرم، وإنه ابتدى يدخل في تدريبات وابتدى يعني يجهز إن شاء الله عشان يدخل تدريبات جماعية حسب البرنامج اللي اتحط له. كنت بقول إنه طبعا أكرم هيكون إضافة كبيرة جدا لسكواد الأهلي السنة الجاية، ونفس الأمور تنطبق على كريم فؤاد. لكن خد بالك إنه العودة من بعيد أو بعد فترة غياب طويلة مش بالسهل أبدا، وبالذات لما بتلعب في إطار تنافسي زي اللي انت بتلعب فيه في نادي الاهلي، ترجع من اصابه مع فريق تاني، عادي انك تاخد وقتك، ومحدش هيفرق معاه او محدش هيلاحظ قوي قدرتك على استعاده مستواك مره تانيه. لكن اكرم الحقيقه من اللعيبه الرجاله جدا، وواحد زي ما كنت بتكلم على حمدي في حته الروح، اكرم الحقيقه يمكن من اكتر ولاد جيله تميزا في حته الجرينتا دي، في حته الروح والعزيمه والاصرار، اللعيب اللي ما بيبخلش بنقطه عرق، اللعيب اللي نازل يدي اقصى ما عنده على مدار ال 90 دقيقه، ودي عمله نادره. عشان كده بقول لك لو عندك 11 فيهم الروح بتاعت اكرم توفيق، انت عندك فريق تقدر تنافس بيه في اي بطوله. يعني ده مش تقليل طبعا من مستوى الروح والعزيمه اللي عند لاعبتنا، لا الحقيقه يمكن البطوله الاخيره بتاعت بطوله افريقيا تاكد لك انه المطبات الصعبة اللي عدينا بيها والكبوات اللي كانت في المشوار والهجوم اللي تعرض ليه الفريق بشكل عام واللاعبين بشكل فردي، كان ممكن جدا لو ما فيش الروح دي والإصرار ده، كان ممكن جدا البطولة ما تبقاش في الجزيرة، كان ممكن جدا البطولة تبقى بره نادي الأهلي. لكن الحقيقه الفريق قدم شخصيه رائعه الموسم ده مع مستر كولر، واعتقد ان كولر يحسب ليه فضل كبير جدا، لازم ياخد كريدت الحقيقه في القماشه اللي كانت منهكه، كانت وصلت لحاله مع نهايه الموسم الاخير محتاجه اعاده شحن زي ما بيقولوا مره تانية. كولر عمل ده بشكل اكتر من رائع ونجح في اول مواسم ليه. خد بالك الموسم الاول لاي مدرب في الدنيا مش بتاعه، الموسم الأول ده بيكتشف فيه فرقته، بيكتشف فيه العناصر اللي عنده، بيكتشف فيه النوع وحجم وطبيعة المنافسة سواء محليا أو قاريا، وانت بتتكلم على منافسة في دولة كبيرة زي مصر، أو قاريا في قارة صعبة جدا المنافسات فيها تختلف جملة وتفصيلا عن المنافسات في أي قارة تانية، آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، كل ده أفريقيا في حتة تانية ودول في حتة تانية خالص. فبعتقد نجاح كبير جدا لمستر كولر في أول المواسم، وزي ما قلنا لكم امبارح الشحات خلص، خلينا نقول رسميا بقى انه الشحات مبروك طبعا، الشحات مبروك طبعا، ياسر ابراهيم مبروك طبعا، رامي ربيعه تجديد العقود مبروك ليكم ومبروك عليكم النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله مزيد من الالقاب والبطولات. الثلاثه دول كانوا من العناصر الاساسيه، وبالذات طبعا رامي لانه اقدم شويه وصاحب ريكورد مهم جدا في عدد البطولات والالقاب وخصوصا دوري الابطال. مبروك طبعا النجوم الثلاثه، وما زالت البقيه تأتي. مبروك عليكم الأهلي، ومبروك على جماهير النادي الأهلي تجديد لثلاثة من أهم أعمدة الفريق.